والبدع ليس فيها خير، هي تبعد عن الله وتغضب الله عز وجل. أما السنن فإنها خير كلها، يرضاها الله ويحبها ويثيب عليها. وأما البدع فإن الله يبغضها ويبغض أهلها ويعاقب عليها. فلا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات واتباع الناس على ما هم عليه حتى نعرف دليلهم، حتى نعرف دليلهم. إن كانوا على حق اتبعناهم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا الاتباع على الحق. أما إذا كانوا على غير حق فإننا لا نتبعهم، ولو كانوا من أفضل الناس لا نتبعهم وهم على غير حق. والنصارى لما أحدثوا الرهبانية التي ما كتبها الله عليهم ظلوا بها، وأيضاً ما قاموا بها، عجزوا يقومون بها، لأنهم هم اللي حملوا أنفسهم ما لا تطيق. الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، لكن هم حملوا أنفسهم ما لا تطيق فعجزوا عنها وتركوها، فما رعوها حق رعايتها.